الخامسة، المسافة تكون 1900 متر. بالفعل الآن كتنطلق الرسمية ديال هذه المسابقة، المسافة تكون 1900 متر اللي كتضم خيول عربية أصيلة من خيرة الخيول العربية الأصيلة بالمغرب في سباق لستد، أقوى سباق في تجمع هذا اليوم. حتى الآن انطلاقة ممتازة ديال عبد الرحيم في الظروف الديابولو إيبوليت رقم 2 كياخذ المبادرة منذ البداية، إيفرستاند وجزار في المطاردة المباشرة رقم 8 ورقم 6 كذلك كيرشيرا في محاولة للصعود رقم 3 رفقة زهير مديحي، محاولة كذلك من جانب كل من القندوسي عبد القادر رفقة رقم 1 بشار دوكاغ وسيندلا رقم 7 رفقة خالد جبيلو، بينما عبد الرحيم في الظروف مازال كيوسع الفريق منذ البداية رفقة ديابولو إيبوليت. إذا عبد الرحيم في الطول في انطلاقة قوية الآن في الأمطار الأولى، جوج رقم جوج ديابولو إيبوليت في الصف الأول كيحاول يرفع من إيقاع السباق رقم 8 إيفرستاند في المتابعة رفقة جواد خياط، محاولة كذلك للصعود من جانب رقم 7 سينديلا خارج جبيلو من الجهة الخارجية، كذلك محاولة للصعود من جانب رقم 6 جزار يوان بوغوا اللي كيراقب السباق في الصف الخامس، ينضم رقم 8 الآن إيفرستاند جواد خياط في المتابعة رقم جوج ديابولو إيبوليت عبد الرحيم في الطول في الصف الأول كيحاول أنه يرفع من إيقاع السباق في هذه الأمطار رقم 3 كيخشيغا زهير مديحي في المراقبة قبل الان في وراء رقم 2 ديابولو إيبوليت عبد الرحيم في الدور في الصف الاول، كذلك محاوله الصعود من جانب رقم 7 سينديلا خليل جبيلو من الجهه الخارجيه، الان رقم 3 كيشيغا مديحي في الصف الثاني من الجهه الخارجيه، رقم 8 يوان رقم 8 جواد خياط في الصف الثالث، رقم 2 ديابولو إيبوليت عبد الرحيم في الدور كيحاول يرفع من ايقاع السباق في هذا المنعرج. إذا حد الآن عبد الرحيم في الظل مازال يحتفظ بمقدمة السباق، أنا كنشوف ديابولو إيبوليت رقم 2 كذلك منافسة صعبة جدا، جزار كيحاول ينطلق رقم 6 رفقة يوان بوغ وكذلك رقم 8 إيفرستاند جواد خياط والمنافسة قوية جدا كذلك من جانب حكيمة مناير رفقة رقم 5 عمار كيرشيرا في انطلاقة جيدة جدا، كيرشيرا اللي كتنافس بقوة إيفرستاند رقم 8 كتطرق بقوة كذلك رقم 3 كيرشيرا زهير مديحي ليحاول كذلك تحقيق الانتصار الأول ديالو مع كيرشيرا هذا الموسم، إذا المنافسة صعبة جدا برقم 3 كيرشيرا ورقم 2 ديابولو إيبوليت كذلك صوت قوي جدا من جانب رقم 6 جزار كينطلق رفقة يوان بوغوا من جهة الحاجز، انطلاقة ديال كيرشيرا تراجع كبير ديال رقم 2 ديابولو إيبوليت، كيرشيرا في انطلاقة جيدة، زهير مديحي اللي غادي يفوز، زهير مديحي غايفوز، زهير مديحي اللي كيفوز بهذا السباق، زهير مديحي اللي كيتألق بهذا المسابقة، رفقة كيرشيرا انتصار رابع هذا الموسم، انتصار رابع هذا الموسم بالنسبة لكيرشيرا وإسطبلات زكريا حكام، إذا أكيد 8 سباق الثامن هذا الموسم أو السباق التاسع، الانتصار الرابع وخمسة ديال المراتب لحد الآن، نتائج مميزة بالنسبة لكيرشيرا هذا الموسم، انتصار كان مميز فيما تباطؤ كبير في الامطار الاخيره اللي كان لديابولو إيبوليت رفقة عبد الرحيم في الدول فيما رقم 8 إيفرستاند اللي كتستغل هذا الامر من اجل الانقضاض على الصف الثاني جزار الصف الرابع والصف الخامس رقم 1 بشار دوكاغيغ، اذا بدون مفاجات على العموم فرقم 3 كيرشيرا زهير مديحي اللي كتفوق في هذه المسابقه.